اهلا، ازيكم؟ انتوا عاملين؟ الحمد لله انتوا كويسين وبتكونوا بخير. معلش ان انا فضلت سنه ما صورش على اليوتيوب، وبعديها قررت ان انا اعتزل من اليوتيوب بعد ما اعتزلت. والله انتوا شجعتوني ان انا اكمل في اليوتيوب. انا لقيت عندي الاشتراكات زادت، والله وصلنا 100 مشترك، مش وصلنا 100 حاجه مشترك. والله شكرا. يلا دلوقتي قررنا نلعب لعبه المينيوز بتاع التحديات، التحدي اليومي. احنا هنلعب 3 ادوار، 3 الادوار دول، بعدها كل دور لما نكسب هناخد الجوائز الحلوة دي. يلا بينا. يقولك ان هو عايز 28,400 موسى كده. يلا نلعب. يلا. والله اللي مشترك عندي في القناة جديد اكيد مش هيحس بالغياب، او مشترك عندي بقاله شهر اكيد هيحس بالغياب شهر. يعني اللي كان متابعني من اولها هيحس بغياب كتير جدا. انا مش هجيب عنكم تاني، والله لا انزل فيديوهات كل يوم. بص انا هنزل فيديوهات كتير جدا يا اغلى متابعين في الدنيا. يلا يلا نكمل. يلا بقى، يلا يلا بينا. يلا 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 يلا. طير طير طير. واو شك. يلا بينا بقى. اتزحلق. يس يس يس. يلا يلا يلا. بسم الله يا رب بقى نجمع الموت بسرعة بقى. يلا في بقى مليون جديد، في مليون جديد جبتهم هوريكم. في بقى ملحقتش اجيبه. يلا بقى يلا بقى يلا يلا بقى يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نكسب. يلا 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 بينا. يلا ادري انا من فارس بقى. وفي بقى منهم طورتهم ورقيتهم بقى، خليتهم عليتهم اعلى مستوى. بص يلا بينا. يلا تزحف تزحف. يلا يا دي المية اهي. يلا هنزل فيديوهات كتيرة وهتفرحوا اوي في الفيديوهات كتيرة. يلا يلا بينا. يلا شايف؟ بص انا بقى هقعد هنزل لكم فيديوهات عن العاب كتيرة جدا هتلعبوها، واعلمكم التفكير بقى. يلا طير. يا الله طير طير طير. والله انتوا اللي شجعتوني ان انا هكمل في القناه دي، وانا هكمل في القناه علشان عشانكم. يلا 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 نكسب بقى. يلا 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 بقى. ايوه ما تنزل. شفت شفت المزرق عليا. يلا شفت مو ابعد عن القشره خليك. يلا ابعد. يلا هذا جيب احسن مني في الدنيا. يلا 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 بقى. يلا يلا ادي منهم بيطير ازاي. بص اليونيكورن. يلا قاعد راكب على اليونيكورن وبيطير بقى. ده حصان المنفوش اللي هو اليونيكورن يعني. يلا يلا الموت. يلا اللي هيجيب لي اكتر من كده.
جايبين من جنب اللي مش عايز تموت. الله بينا الله بينا. يلا يلا طير طير يلا طير. يلا نجمعهم كلهم بقى، يلا نجمع 28,000 موزة بقى. يلا يلا بينا نطير. يلا يلا يا رب نكسب. يا رب فاضل 4,000. ايه ده فاضل 3,000 موزة. يلا 3,000. يلا يلا نلعب. لا طلعت قدام فكرة. يلا نشغل. يلا بقى شغلنا الفيديو وشوف. عايزين 28,000 موزة و400. عايزين موز كتير جدا. يلا يلا بينا. يا رب نجمع الموز ده كله بقى عشان نكسب. نفتح بقى الصندوق، نفتح بقى الصندوق الضخم ده. بعدها نفتح الصندوق هيدونا الجواز، بعدها هيدونا الكبسولة دي. هنفتح الكبسولة حسب رحمة حظنا يعني هيطلع لنا ايه. الله يلا يلا بقى احنا هنكسب في دي. يلا يلا بقى كسبنا الحمد لله. يلا بينا. احنا معانا منس. بص انا ختمت ايه. بصوا بس يا جماعة احنا لعبنا مرات كتيرة. هو كان عبارة عن المينيون ده اللي هو لك اسمه واسمه رينفيلت ما اعرفش، بس تحس ان هو لابس قطه. ايه ده كلهم حراميه ولا ايه. يلا نصبر ناخد الجوائز بتاعتنا. يلا يلا كبسوله هتطلع لنا ايه. مفيش. يلا نوت. هو ده احسن منيوس. بص افضل منيوس ده احسن من المصري. بيقول لك يعني مثلا لما تيجي تنط بالمكنسه، لما تيجي تنط لازم اشغل شفاط الموز عشان ايه، عشان يزود لي النطه يعني، عشان يجيب لي النطات كتير جدا. لكن ده يلا يلا بقى نلعب بيه بقى. ده افضل مينيون بقى، ده افضل حاجه. يلا احنا بنجيب احسن حاجه في الدنيا بقى، حاجه تخلينا نكسب. يلا بس بص واو جاب عدد كتير من النطاط. بص انط بقى ويجيب لي عدد كتير جدا. احنا عايزين بقى نطوره ونبقيه بقى ونوديه مستويات لأعلى مستوى في الدنيا. يلا يلا نط بدي قطعة دي شيكة وقطعة الموز. دي قطعة الموز بقى. يلا نط. يلا يلا بينا. ودلوقتي هتلاقوا فيديوهات كتيرة جدا وحلوة وتعجبكم جدا. يا رب خسرنا ليه بعد خسرنا بقى. يلا نكمل. يلا نط. اقول لك كده هيبقى شكله مناسب كده عشان نشوف احنا جمعنا كام موزه وهنجيب ونشوف احنا قربنا نكسب قد ايه. يلا يلا ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه. لا حرام بقى. يلا اصرف اصرف. يلا اصرف ما في الجيب وياتيك معي في الغيب. يلا يلا اصرف اصرف. يلا النط. يلا احنا متحمسين. يلا اشترك في القناة، اشترك
هنزل فيديوهات تاني، يلا اشترك عشان الاقيكم انزل بقى فيديوهات تانية بقى والعاب كتير جدا وهتبسطكم جدا وتفرحكم. يلا اشترك في القناة وعارف الجرس واكتب لنا تعليق جميل، يلا والاشتراك ما بيكهربش وببلاش، مش بفلوس خالص، واللايك ببلاش ولا هتتكهرب ولا بفلوس اصلا، التعليق مش بفلوس ولا هتتكهرب، علق لنا كلام كلام بقى تعلقه للفيديو الجميل دوت. يلا بينا فاضل لنا 163 عشان نكسب 163. بس انا عملوا تحديث جديد، انا معرفش تحديثها معمول من شوط ده، المفروض يجيب لك هنا حط لك صوت المينيون هنا، حط صوت المينيون هنا وبعدها بيكتب لك الثواني، انا معرفش هم ليه حطوها هنا التحديث ده، كانت حلوة يعني. يلا اديها تحديث، يلا تحديث جديد، بس التحديث ده من شهور وفي تحديثات اتعملت وفي حاجات اتبدلت، انا معرفش يعني. نط اوبا هنا هوبا، نط لا 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 اسف اسف، كده كده هنكسب كده، لا حرام بقى نفس حرام حرام. يلا نلعب ونكسب، يلا يلا بقى في الموبايل. لو انتوا لقيتوني بعمل كده ليه، معناه ان انا بهز الموبايل. ايه ده الملاهي دي ابو مركبين الملاهي بقى، يا الملاهي بس ما اعرفش هما ليه غيروا شكل الارضيه، كل ده عشان هنلعب بالبتاع الجديده دي، كل ده عشان هنلعب بتاعه الهدايا دي. ايه الحمد لله كل ده عشان هنلعب دي يعني، بس دي حتب كل ده عشان هنلعب دي يعني، فعشان كده هيغيروا الملاهي ولا عشان ما اعرفش حاجه، عشان بقالي فتره مبطلها لسه لعبها من كام يوم. بس فاضل له حاجة بسيطة وارقيه بقى، ربنا يديه عدد اكتر كده عشان نرقيهم بقى كلهم، وده فاضل له 300 عشان نرقيه للمستوى الاخير. اختار الحطة، يقولك ده في صفوف المسلحة، يقولك ان الحطاب ده احسن من المتخفي بكتير، احسن منه ده احسن منه. وكمان يلا هنكسب you
شايفين الجليتش ده؟ بص فيه، بص في اللعبة فيها كده. هو ده احلى جليتش في الدنيا، ده احلى بقى جليتش، ده جليتش حلو. تفضل تنط تنط لغاية كتير بقى، تفضل في اللعبة طيب كده. تفضل تعمل كده، تفضل تنط وتوديه يمين وشمال، هو انت بتنط كده. ده شوف ليه ما يحصلش جلتش خطا كده ولا حاجه. الله زحلقه. يلا بقى نكمل اللعب. يلا خدوا 7505 امتار، 5 متر يعني. ده بقى يزود في المتر، يزودها 5 مرات في المتر، يعني مثلا بيزودها 5 ساعات تيجي 6 كده يعني. يلا دوس بسرعة. يلا شايفين؟ بص انا بقى هجيب لكم بتاع اللبان ده، وشايف من كتر ريك الشهير بقى بتاع اللبان. ايوه اللي احنا شفناه بقى في بتاع ديسبوكو بلتومين الجزء التالت. الراجل ده عنده لبان قد كده في البيت، وعنده مصنع لبان، بس لبان لبان العظم. ربنا ستر، مخسرتش. ايه رايك؟ انا كده ربنا ستر، كنت زماننا خسرنا واتفرجنا على اعلانات وحاجات. يلا نط. دي بقى اسمها الجرعة بي اكس 41، اللي هي بي اكس 41. دي هي اسمها الجرعة اللي بتحول المينيون، تحول بقى منيون بيلبس لون اسود كده ولونه موف وشعره طويل وكمان شرير جدا متوحش زي اللي شفناها دي اسمه كوفيتومي الجزء التاني لما كله بتحوله باللون الموف. يلا يلا يا رب يا رب تخلص. طب يلا بعد ما لعبنا، يلا بعد ما لعبنا يا جماعة شفنا الفيديو وهنعيد بقى. يلا نوط بقى. يا رب نكسب في دي، يا رب بقى، يا رب. يلا نكسب. يلا بينا. يلا بقى. يلا بقى. طير يلا. انا بقى هفضل اطير لغاية ما اكسب. هطير وانا كسبان. يلا يلا يلا. تير وانت كسبان، تير وانت كسبان. الحمد لله الحمد لله. يس كسبت. الله بينا الله بينا. واو حلوين قوي. ده بقى لسه، ده بقى لما يخلص ده، دي بقى ترت. يلا بقى ندوس على الصندوق ده. يلا بقى نشوف المنادي اللي هو في الملاهي. يلا يلا يلا. الله واو حلوين قوي. ما تنسوش تعملوا اشتراك، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، تكتبوا لنا تعليق وتعملوا الفيديو ده شير. يلا.